بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، متواصلين ومستمرين مع انطلاقات أشواط هذا المساء التي خصصت لهذا السن، سن المفاريد ومسافة 2 كيلومترات، ضمن تحدياتي وفعاليات مهرجان سيدي ولي العهد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، انطلاقة شوطنا التاسع الذي خصص للإبكار المفاريد، البداية مع المركز الأول، البداية مع الرياضية أحمد بن مانع بو دواس آل عامر مع المركز الأول، المركز الثاني القدوم والوصول من شعار حشر بن ظفر الهاجري مع انطلاقة ود المحتلة للمركز الثاني، والمركز الثالث القدوم والوصول من شعار بن مشيط. من يقدم لنا فال محمد بن حمد بن سعيد بن حمد المري، وأيضا القدوم في هذه اللحظات من فيصل بن علي بن سعود المري يقدم لنا الراعبية الواصلة في هذه اللحظات، وأيضا القدوم من شعار بن رويشد يقدم لنا شقرة سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الإجهاني، ولكن وصل شعار المتحدي، وصل شعار بن منانة الآن يقدم لنا محبة سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، وصل الآن مع محبة، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط إلى الراعبية فيصل بن علي بن سعود آل فهيدة المرية، ولكن عادت الرياضية، عادت وغيرت مع الصدارة مع المركز الأول أحمد بن مانع أبو دواس آل عامر. يا سلام يا سلام على هذا الأداء والتحدي، الخمسمية متر الأخيرة والرياضية وهنالك محبة وأيضا الراعبية، يا سلام يا آخر الأمتار اللحظات الأخيرة، ولكن الراعبية غيرت الأمور. فيصل بن علي بن سعود آل فهيدة المري، والقدوم من محمد بن عبيد بن سلمان مع مبروكة يا اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام، مبروكة مبروكة، والرعبية الرعبية ومبروكة، الله 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 على هذا الانطلاق. أبنائي ميدان وادي الدواسر والقدوم من الزاير، ولكن الرعبية ومبروكة، الزاير الرعبية مبروكة، ولا الرعبية تهانينا والنوماس لفيصل بن علي بن سعود آل فهيدة المرية على فوز الرعبية المركز الأول والمركز الثاني. وصلت مبروكة بشعار محمد بن سلمان لمحمد بن عبيد بن سلمان الدوسري، والمركز الثالث وصلت الذاير عبد الرحمن بن مبارك بن خويتم الكربي، والمركز الرابع رابع الأسماء وصلت غبة المانع بن محمد بن علي المحاربي، والمركز الخامس. إذن مشاهدينا الكرام، سوف نتعرف على المراكز الخمسة الأولى بعد الإعادة. هناك تهانينا والنوماس لمالك الراعبية من انتزعت النوماس، تهانينا وألفي مبروك لفيصل بن علي بن سعود آل فهيدة المري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 2:52:22 من الثانية، تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. من حلت على المركز الثاني الذاير لعبد الرحمن بن مبارك بن خويتم الكربي، توقيت الزمن 2:52:44 من الثانية، والمركز الثالث وصلت مبروكة لمحمد بن عبيد بن سلمان الدوسري، والمركز الرابع كانت غبة لمانع بن محمد بن علي المحاربي، والمركز الخامس وصلت الرياضية بشعار أحمد بن مانع بو دواس آل عامر. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه نتيجة شوطنا التاسع للإبكار المفاريد، تهانينا والنوماس للجميع. شوطنا القادم بصوت الزميل فيصل بن شاكر الشريف، فنتمنى له التوفيق ولكم التوفيق وحسن الاستماع.